حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي متابعي متابعي تابوكر ميديا في كل مكان، يعني خرج الآن جثمان الفنان عثمان محمد يعني إلى مثواه الأخير، وظهر معنا في اللحظات الأولى في المقدمة سيارة الفنانة سلوى محمد، يعني تتقدم سيارة نقل الجثمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حالة من الحزن بتقيم على الوسط الفني بأكمله بعد موت الفنان عثمان محمد والد الفنانة القديرة سلوى محمد بعد صراع مع المرض يعني عن عمر 88 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الفنان عثمان محمد يعني فنان قدير، يعني عرف بأعمال يعني قديرة ومعظمها أعمال يعني أدوار سعودية، يعني متوفي عن عمر 88 سنة بعد صراع مع المرض، وحيث سقط مغشيا عليه في إحدى مواقع التصوير وأصيب بجلطة في المخ ولازم بيته يعني في أيامه الأخيرة، ومن ثم توفاه الله عن عمر 88 سنة. يعني الفنانة سلوى عثمان كانت غير مستوعبة اللي حصل لوالدها، وكانت يعني بتقول مصيبة بغيبوبة سكر أكيد ما ماتش، هي كانت في حالة انهيار وحالة من عدم التصديق. يعني احنا مع حضراتكم الان من مسجد الشرطه بالشيخ زايد، حيث تم تشييع الجثمان الى مثواه الاخير بعد اداء صلاه الجنازه عليه عقب صلاه ظهر اليوم الاثنين هنا من مسجد الشرطه، وكان حاضر طبعا اولى الحضور كان الفنان ايهاب فهمي والفنانه اميره عيد وعدد من الحضور. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مع حضراتكم هنا من مسجد الشرطة. يعني الفنان صلاح عبد الله نعى الراحل عبر منصة إكس، ويعني قال شرفت بالعمل معه أكثر من مرة، فكان دائما الأخ الأكبر الطيب الهادئ الناصح الصالح المتصالح المتسامح المحب للجميع المحبوب جدا من كل من تعامل معه. أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير الفصيح بمعنى الكلمة أستاذنا. وكتب نبيل حرفاوي رحم الله الفنان الراجل المحترم عثمان محمد علي، وخالص العزاء للزميلة سلوى عثمان وباقي أسرته وتلاميذه ومحبيه وللساحة الفنية طبعا والنجوم ينعون عثمان محمد علي. كتب عمرو الليثي أيضا إن لله وإنا إليه راجعون الفنان عثمان محمد علي في ذمة الله بعد صراع مع المرض ربنا يرحمه. وكتب إدوارد مع السلامة يا عم حسين، عفوا مع السلامة يا عم عثمان، ربنا يرحم الفنان الكبير عثمان محمد علي وصبر بنته الفنانة سلوى محمد علي ربنا يرحمه. يعني ونعاه نعى الراحل كل من حمادة هلال وأحمد الشامي وعزوز عادل ونهال عنبر وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحل طبعا وتقدم للفنانة سلوى محمد واجب العزاء، وكتبت يعني تتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل ولابنته الفنانة سلوى عثمان، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني كانت دي أبرز اللحظات وأبرز التفاصيل في وفاة الفنان عثمان محمد ربنا يرحمه، وعرف عنه يعني أدواره النظيفة يعني التي يعني تحترم حياة وتحترم عقلية المتاهب المتابع والمشاهد، وتوفي عن عمر 88 سنة بعد مسيرة فنية يعني طيبة وناجحة.
قدم خلالها العديد والعديد من الأعمال الفنية، كان أبرزها دوره في مسلسل عائلة الحاج متولي سعيد، دور عم حسين، يعني علم الفطور وقدم شخصية مميزة، وهي العديد من الأدوار الأخرى التي يعني ما زالت محفورة في ذهن المشاهد. يعني توفي عن عمر 88 سنة بعد صراع جبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني منذ لحظات تم تشييع جثمان الراحل عثمان محمد إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه هنا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عن عمر 88 سنة. صار خلالهم أو عفوا في الفترة الأخيرة من حياته المرض، وسقط مغشيا عليه في إحدى مواقع التصوير وأصيب بجلطة في المخ. والفنانة سلوى محمد طبعا بعد وفاته أو بعد خبر وفاته كانت يعني في حالة صدمة وحالة هياج عاطفي، وكانت يعني غير مستوعبة وفاته، وزعمت بأنه أصيب بأزمة سكر وأنه يعني ليس متوفى. يعني ربنا يصبرها وربنا يغفر للفنان عثمان محمد ويتغمده بواسع رحمته. منها على وفاة والدها، يعني ربنا يغفر له ويرحمه ويتغمده بواسع رحمته. الفنان عثمان محمد طبعا اخر ظهور ليه على احدى القنوات الاعلامية كان منذ يعني اشهر قليلة، وخلالها قدم نصيحة الى الفنان محمد رمضان ونصح. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يغفر لي المتوفي ويلهم اهله وزويه الصبر والسلوان.